لا حضرتك يا استاذ احمد، ازيك يا شيخ عصام؟ والله وحشتنا يا شيخ عصام. الله يكرمك، ربنا مرحبا يا فندم. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ عصام. بقول لحضرتك يا شيخ عصام، كنت سمعت كده قصه زمان عن موضوع ان كان في حد، انا مش عارف صحه الروايه دي، كان في حد كان طالع حجه او عمره وما طلعش لظرف حصل معاه، فالفلوس دي اتبرع بقى لحد كان محتاج او حاجه زي كده، فربنا كتبها له تقريبا حجه او عمره، ما اعرفش طبعا صحتها، بس لو دي ينفع، لو الموضوع ده ينفع، ممكن ان لو حد طالع حجه او عمره حضرتك تعمل دعوه من عندكم، لو فعلا تصح، يعني ان الناس اللي كانت طالعه حجه او عمره تتبرع بالفلوس دي او تساعد بيها مثلا في ان تعين الناس او حاجه زي كده، يا ريت حضرتك ويكون ده تعملوها. الاجر يعني. الله ينور عليك، وكل اجر بتاعها اجر، يعني كان طالع عمره فما طلعش للظرف الموجود فتتحسب له ولا لا؟ والحاجه الثانيه، طيب، هو كان بيسأل عن موضوع الحج والعمرة، ان كانت في رواية ان احد الصالحين، انا معرفش او السلف، كان ذاهبا الى الحج والعمرة ثم تصدق بماله لما عبد الله بن المبارك. نعم، ايوه، سيدنا عبد الله بن المبارك. لا، هو عبد الله بن المبارك، انه هي طبعا ما القصة ما لهاش علاقة بسند او غيره، يعني تمام، انه احد التابعين، فالمسألة مش محتاجين في التابعين احنا ندقق، لان المسألة مش هيبين عليها. أيوة. قوال التابعين ليست دليلا شرعيا يعني. تمام. لكن بيستأنس بها على حسن فهم الناس للنص يعني. فتجهز للحج فرأى امرأة يعني تأخذ ميتة، فسألها ما تفعلين يا مات الله؟ قالت إليك عنا فقد أحلت لنا الميتة. أيوة. عندها أيتام ومش لاقي أكل ولا لا تموت من الجوع، أمرها ألا تأخذها وأعطاها المال الذي ادخره للحج وأجل حج، وكان حج مش فريضة، حج نافلة يعني. فبس، فلما ذهب الناس كما يقولوا أنهم رأوا في كل المناسك يعني عبد الله بن المبارك يعظهم يعني. نعم. ولم يذهب. أيوة. وإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فقالوا جزاك الله عني وعن أمتي خير الجزاء. طبعا أنا بقول لك ده، لكن الحكم الشرعي الأصل الأعمال يعني. لا، حكم الشرعي في مثل هذه القضية إن الأصل الإنسان إذا رأى محتاجين وذهب ليحج حج النافلة فعليه أن يعطي المحتاج ولا يذهب للحج النافلة وليس الفرض.